برضو في اتنين لعيبه منهم مبابيه عبد الرحمن وجيرو في السن ده وبيعدي نجم كبير زي تيري هنري، وفي نفس الوقت كان بيواجه انتقادات دائما جيرو، والناس ممكن ما كانوش حاسين بيه. ايه ازاي كده؟ لا هو جيرو طبعا مفاجأة السنتين الأخيرين يعني بمعنى أدق، يعني كانت فترة أرسنال ما كانتش أحسن حاجة، وبعد كده مع تشيلسي بدأ يبقى أفضل، ومع ميلان طبعا كان يعني كأنه انفجر هناك يعني، ومع المنتخب يعني. وعلى فكره في مهاجمين كتيره يعني كتير بيبقوا سنينهم الاخيره بتبقى افضل خبراتهم بقى سنوات، بتضاف بقى والخبرات مع منهم بنزيما يعني على اقرب مثال يعني، واخر 3 4 سنين كانوا يعتبر افضل حاجه الطفره معاه يعني، صحيح. فدي حقيقه. بس بالنسبه بقى لمبابي، انا اعتقد طبعا ان هو قدامه يعني كاس عالم جاي اقل حاجه يعني، ده بقى المفروض طرد ما يبقى موجود فيه ويسجل تاني. وبعدين يعني برضو حاجه كويسه انه مبابي بعد اصلا مبابي كان برضو كاس العالم ده بالنسبه له يعني الاختبار، الاول اختبار بعد قصه ريال مدريد وبقائه في باريس سان جيرمان والقصه دي، وطبعا هو فايز بالبطوله مع الفرقه المره اللي فاتت، كان ما كملش 20 سنه مسجل فاز يعني، صحيح. كان مؤثر موجود جدا موجود كان مؤثر جدا فده طبعا اول اختبار كبير يعني، وهو لغايه دلوقتي ناجح فيه طبعا. هو محظوظ ان هو معاه منتخب يعني فعلا منتخب محترم، منتخب تقيل جدا جدا يعني، فبالنسبه له الامور اسهل من واحد مثلا زي ميسي غلبان فعلا مقارنه بالحته دي، لانه غلبان ميسي صح طبعا ما عندوش حد بيساعده هو مع هو اللي شايل لوحده، مفيش حد بيشيل معاه كله. انا فاكر غلبان يعني الراجل ما بيعملش حاجه. عايز اقول لك على حاجه، شفت فيلم عنتر بن شداد؟ شفت الناس اللي هي طلعت تتضرب هجموا على عنتر؟ لا اللي بتطلع تتضرب هم اللي مع ميسي بيطلعوا تتضرب، بس ما هو اللي بيطلع في الاخر البطل. هقول لك على حاجه، انت عارف يعني ميسي لو معاه دكه البرتغال ودكه اثنين مثلا ثلاثه من دكه البرتغال اثنين ثلاثه من دكه فرنسا يلعبوا معاه اساسيين، يلعبوا معاه اساسيين يعني يا عم شايف دي ماريا ومارتينيز؟ لا لا دي ماريا فين؟ ده وحش جدا يعني. هات له واحد بس راس حربه كويس، راس حربه قدامه يلعب كويس بس، هو مش عايز انا كده. انا معاكم ان الكوره غاظتني قوي، اللي هو فضل يرقص الناس كلها وفضل هادي وبعد كده ده كان مين لوتارو وده له وراح مش هيطفو يا ابني، وده له واحده ثانيه بعدها حطها في نص الجون شاطها على وش الكوره دي. انا بص ميسي بيعجبني في الحاجات دي جدا، زي رضا عبد العال كده هو بيعجبك الفلو ده بيعجبك بس ده مداله مشفيه يعني مداله على الاكل والله. ولا وفيها يا كابتن برضه الراجل ما بيدورش على حتى الرقم مثلا يعني، ميسي ده ما يعرفش يرقص الراجل اللي كان قدامه ده ويعدي يعني، فكره انه لا بيعمل القرار الافضل في كل كوره حتى لو هو لو هو 90% الثاني 91 هيديها له بالظبط. بص الهدف كمان اللي جابه، الكره دي برضو قرارها في ماتش السعوديه لو تفتكر، وطلعها حارس مرمى السعوديه نفس الكوره، هو عنده الحاجات دي الار 2 دي حاجه فظيعه. انا بحييك يا كابتن رضا، انت لسه متمسك بميسي ومش عايز تغير، لان خلي بالك الجيل الجديد دلوقتي مبابي. لا 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 والله لا 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 هو مفيش حد بيقول ان ميسي ان لا بس الجيل الجديد لا يا عم ولا لا الجيل الجديد ولا اسمع الكلام. بص بس تعليقا على مع عبد الرحمن بس في فرقه فرنسا في الفيرويد جيرو، لو بنزيما موجود ما كانش جيرو يلعب طبعا. طيب خد بالك وخلي بالك بنزيما زي ما قال عبد الرحمن اخر 3 4 سنين، انا بقى من اول ما شفت مع ريال مدريد كنت بقول اخطر لاعب في ماتشات برشلونه هو بنزيما، ولا تقول لي كريستيانو ولا تقول لي مش عارف اوزيل ولا تقول لي ما اعرفش مودريتش ولا ما اعرفش بيه، انا ما كنتش اترعب الا من ده.